كنطلب من جلالة الملك الله ينصره الله يطول عمره الله يطول عمرك يا سيدنا. واسي الحموش انا بغيت حق ولدي، انا بغيت لهاد الناس الاعدام، انا الطلب ديالي باغا الاعدام، انا ما باغا حتى حاجه باغا الاعدام، وما ما ما كرهتش نشوفهم بعيني يا سيدي محمد، راني ما كرهتش نشوفهم بعيني، راهم عدموني حيه وعدموا لي ولدي في القبر، ما ليش نقدر نجبدو، ما ليش نقدر نجبد هاد السميه يا سيدي محمد، راه ما ليش نقدر نجبد سميه هشام، راه قطعوا لي رجلي وعيني يا سيدي محمد، شوف من حالي، راك عدموني في ولدي، راه بغيت لهم الاعدام، راه بغيت لهم الاعدام ونشوفهم بعيني يا سيدي محمد. واسي الحموشي، واسي الحموشي خذ لي حقي وخذ لي حقي واعطيهم الاعدام، وما كان على الحبس غير تلقوهم، الا كانوا غيمشوا عا بالشهره وبالاعوام غير تلقوهم. اه سيدي محمد راني بغيت لهم الاعدام، كيعدموا لي ولدي، راه عدموني انا حيه عدموني، راني قليل الصحه ومريضه، وراه عدموني وعطبوني في صحتي وراني مريضه، ولا الله راه ربي عالم عليا، واخا راه شي قناه راهم هضروا على ولدي بزاف، وراه انتوما الحمد لله بانت البراءه ديال ولدي، راه ولدي مات شهيد، وراه مات ولدي على بلاده، ومات على 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 الدوله ديالو، راه ولدي راه مات حاجه ما سمعت عليه خايبه، كاع دوك اللي هضروا عليه ولدي بالحاجه الخايبه ما فيش الحمد لله، والشكر لله. وتا سيدي محمد راه رفع لك راسك الفوق، وراه ولدك، راه ماشي ولدي انا، راه ولد الشعب كامل، راه ولدكم كامل يا سيدي محمد، والسي الحموشي والمغرب كامل اللي برا واللي لداخل، راه وليدكم ورضعنا فيه كاملين، ورا شوونا فيه كاملين، وحسبي الله ونعم الوكيل. الله يصبرك. حسبي الله ونعم الوكيل. كيفاش شفتي الخبر اللي قبضوا هاد المجرمين؟ كيفاش كان الشعور ديالك؟ فرحت من واحد الجهه، ملي ولدي مظلوم، ولدي ما دار والو ومظلوم وقتلوا لي ولدي، فرحت من هاد الجهه، ولكن انا طالبه اليوم الاعدام. أنا طلبت من سيدي محمد والسي الحموشي، أنا طالبة اليوم الإعدام، أنا بغيت الإعدام، بغيت نشوفهم بعينيا، هادشي اللي بغيت، هادشي ولدي. شوف اللي بقاو كيبحثوا ليل ونهار باش لقاو الحقيقة عليا. نشكرهم بزاف، والله يحفظهم، والله يحفظهم، والله يحفظ سيدنا، والله يطول في عمره، والله يحفظ السي الحموشي، والله يحفظهم كاملين. حنجرة وداروا أكثر من الجهد ديالهم، تلقاو العديان، وراكم ما جاتش في هشام كانت غتجي في ضابط، غتجي في كوميسير، غتجي في أي واحد، راه ما جاتش في هشام، راه كانت غتجي في الضباط، راه ماشي كيقلبوا على بوليسي صغير ماشي مشكل، راه غيدوا رايدي كبير غيضيعونا فيه، راه خدعنا في هشام راه كنا غنضيعوا في شي واحد آخر. وتا دابا لما تعدموش راه حنا غنضيعوا في شي واحد اخر، حنا بغيت لهم الاعدام وما يحنوش فيهم حيت ما حنوش فينا، راه ما حنوش فينا اسيدي محمد، راه بغيتك ما تحنش فيهم، راه بغيتك تعدمهم وبغيت نشوفهم بعيني، وما كرهتش وما كرهتكش تشوفني وما كرهتش نشوفك اسيدي محمد، راه كون عندي القدره راه نمشي قدام القصر ونبرك في التراب ونشوفك سيدنا اسيدي محمد، راه نبرك في التراب ونشوفك باش تاخذ لي حق ولدي، راني مريضه.